السلطانة قسم منع دخولي ودخول باقي الأغوات المخلصين إليك على حرملك بالليل، وقال من هون ورايح ممنوع نطلع من مهجعنا. وليش حتى تمنعكن يا أغا؟ الله أعلم يا سلطانة. شوفي، بما أنك قررت أن تبعدكن عن الحرملك معناها الوضع خطير. دير بالك منيح وكون حذر يا سليمان أغا. لازم من هاي اللحظة تاخدوا احتياطاتكم. شو في حبيبي؟ ليش جاية هلأ؟ مو لازم تكون بالديوان؟ كنت هنيك يا أمي، وقبل ما أعلن قراري للكيل السلطانة قسم إجت وطالعتني. واضح أن عرفت بقصة الوصاية. لكان هذا هو السبب اللي خلاها تبعدكن عن الحرملك. أكيد بأول فرصة رح تهاجمني. لا تقلقي بنوب يا سلطانة، حمايتكم من أولوياتي. حاولت من قبل وما قدرت، ورح تفشل هالمرة كمان. السلطانة عادي دي لاشوب. كنت كتير مشتاقة لابني، ولولاكي ما كنت حتى بشوف وشه. الحمد لله كل أحفادي جنبي، أحمد وسليمان ومحمد. يا ريت أرهان معهم كمان، بس هي حكمة ربنا، ما كمل السنة بيننا. هما شاهموا بوعي المسكينة، من وقت توفى ما حكت ولا كلمة. طبيعي، أصعب شي خسارة الابن. ربنا يطول بعمر أحفادي إن شاء الله. آمين. مستقبل ابنك بإيدك دي لاشوب. في حال كنتي مخلصة وسمعتي نصايحي، صدقيني ما رح خليكي تفترقي عن ابنك. وما بتعرفي، يمكن اسمح له يستلم العرش كمان. ما يكون عندك أي شك يا سلطانة، إخلاصي وولائي لإلك مطلق ومستحيل خالفك. دافع عن نفسك يا باشا. أخ، ضربتك وجعتني يا أميري. حفيدي البطل، الأمير الشجاع. يلا على درسك، لا تتأخر على معلمك. سلطانة، حجي آغا خبرني باللي صار يا سلطانة. السلطانة نورهان هي المرة كتير تجاوزت حدودها. ايه فعلا، وعم تحاول تفهم مولانا اني عدوته. ما تحكي. وحضرتك ناوي تعزل السلطان محمد لهالسبب وتحطي مكانه سمو الأمير سليمان يا سلطانة؟ نورهان ما تركت لي خيار أبدا. بالبداية رح تاخد الوصاية من إيدي، وبعدها رح تقتل الكل بما فيهن أنا كمان، حتى الأمراء ما رح يسلموا. كلامك مزبوط يا سلطانة. مع هيك معقول يا سلطانة نحن نحمل ذنوب والدته؟ السلطان محمد يا دوب عنده 9 سنين. أنا حاولت حط له حد بكل الأساليب وما مشي الحال، فما ضل قدامي غير هذا الحل. السلطان محمد بالنهاية هو حفيدكم، معقول تدفعيه هيك تمام؟ أنا مشان بقاء الدولة العلية تخليت عن أولادي يا كمال كيتش، عن مراد وإبراهيم، وعندي استعداد أتخلى عن حدا من أحفادي. بيروح محمد بيجي سليمان. نحن قلنا سنين مع بعض يا سلطانة،
شفنا الموت مرات كتير وحاربنا بجبهات كتيرة وما كنت حس بالتردد أبدا. بأي قرار كنت تاخدي أنا كنت جنبك، بس هالمرة ما رح أتحمل هالذنب، ويا ريت لو أنت ما تحمليه كمان. معهي قراري قطعي، وانت نفذ الأوامر. أنا كمان قراري قطعي، وهالمرة ما رح أنفذ أمرك وما رح أكون جنبك. ماشي خلاص فيك تمشي، أنت كمان در لي ظهرك، ماني محتاجة لحدا فيكم. للي زار خانم كرمالي بلاها، الله يوفقك. مولانا لساته طفل صغير ومو زنبه، والله لحتى نحترق بنار جهنم كلنا. هاي أوامر السلطانة قسم أويس آغا، ما فينا نعمل شيء. يلا خلطونا بسرعة. لهلأ ما خلصت الكاسة يا أغا؟ لا ليزار، شو جابك على المطبخ بهالوقت؟ صارت جاهزة يا خانم. عم أخذ لمولانا الحليب تبعه، لازم يشربه قبل النوم، رح أخذه قبل ما يبرد. لا ليزار، بدي أحكي معك، خليكي شوي، روحي أنتي ودي الكاسة وارجعي لهون. شو القصة ملك خانو؟ خير إن شاء الله. جواب هالسؤال عندك، شو الموضوع؟ مليت من الوراق ومن الختم ونعست كثير كمان، بس السلطانة الأم بدها ياني خلصهم قبل ما نام. آخر ورقة. ادخل. جبت لمولانا السلطان كاسة الحليب، حطيه هون. يلا انت روحي.
شو في يا ملك؟ شو اللي صاير؟ سلطان الحقي، سلطانة قسم رح تسمم مولانا. وهي آخر ختم. يعطيك العافية يا مولاي. هلا اشرب الحليب وروح نام. شربت منه ليش؟ شو في؟ الحمد والشكر لك يا رب. وين مولاتك؟ وين يا سلطانة قسم؟ وينك سلطانة؟ وينك؟ تعي واجهيني سلطانة. احكي بهدوء. والله لحتى خليكم كلكم تدفعوا ثمن هالعملة. مين هادي اللي رح يدفع الثمن؟ معقول قلبك أسود كل هالقد؟ الحقد وصل فيكي لأنك تسممي حفيدك؟ سممني؟ خرسي ولا تخوفي بأوهامك. أنا بدي سممه؟ من وين جاي بهالتهمة الفارغة؟ هالحكي عيب. أنت كيف بتتجرأي تتهمي سلطانتنا بهيك تهمة؟ تهمة فارغة؟ معناتها تفضلي اشربي وشيلي عنك هالتهمة. بنتك السلطانة عتيقة قالت لي مرة، يلي ما بتشفق على ابنها لا تنطري منها تشفق على ابنك، وطلع معها حق. انتي ما ضل عندك ذرة رحمة ولا حتى ضمير للأسف. خسارة. من هلأ ورايح ابني رح يبقى معي، وانتي ممنوع انك تشوفيه نهائيا. وإذا بتساوي هيك شي مرة تانية، وقتها رح تشوفيني طوفان يغرقك ويقضي عليك يا قسم. مو أنا يلي بتهدد، مع أنه صار لي سنين عم ربيكي بإيدي بس لهلأ ما تعلمتي شي. هاد يلي عم تسميه طوفان ما بيقدر يطفي شمعة واحدة من شموعي. سليمان آغا، بتكثف الحراسة على غرفة مولانا، وما بدي حدا يكون هون ما بينوثق فيه. أنا أعطيتهم التعليمات سلطانة، ورح نعمل كل شيء لحماية مولانا السلطان، ورح نزيد الحراسة بالحرم لك. لا ما له لزوم. قبل ما أتأكد إنه ابني بأمان ما رح ندخل على الحرم لك، رح ضل هون أنا وابني السلطان. بيكون أفضل يا سلطانة، مع إنه السلطانة قسم انكشف أمره وما رح تتجرأ تكرر هاي العملة. بالعكس، لأنه انكشف أمره رح تكرر عملتها، ولأنه ما ضل عندها خيار تاني. يا رح تموتنا كلنا يا رح تموت هي. اجمع لي المجلس بسرعة، ضروري نصدر فرمان بقتلها قبل ما تتحرك. سلطانة، طباخ القصر خبرني إنها كانت عم تحكي مع ملك خانم. أنت اللي خبرتي نورهان؟
آخر شيء ممكن أتوقعه إنك تطلعي خاينة مثل البقية. وأنا كمان ولا بعمري توقعت إنك رح تقتلي طفل صغير بهالبساطة. أي ضمير بيرضى بهالشي؟ بعدين شو رح تستفيدي؟ رح أضمن حياة الأمراء أحمد وسليمان، بس بعد خيانتك هي نورهان رح تقتلهم دغري، لأنه هلأ صار عنده مبرر تقتلنا كلنا. والسلطانة نورهان شخص سيء، معك حق، وأغلاطها كتير ومو مقبولة، بس هي ما فقدت وجدانها لدرجة إنها تقتل ولد صغير يا سلطان. يا نزار احكي بأدب وإلا بطلع بروحك. اهدى يا حجي، دائما الخوانة بيلاقوا مبرر للخيانة. مالك شايفة لوين وصلك طموحك يا سلطانة؟ خسرتي كل يلي بتحبيهم، كل اللي كان المفروض يكونوا جنبك، كل بناتك، كل أولادك، اللي ترك هالدنيا وبقلبه في غصة، واللي تركك وما بقى بده يشوفك. لشو هالإنكار هاد؟ خلص اعترفي، خلص انتهى زمانك. خرسي تاخدوها دغري وبتنعدم وبتنرمى جثتها بالبحر. رح موت ضميري مرتاح، بس انتي لا. خدوها من هون. السلطانة نورهان حاطة ببالها تعزلني من نيابة السلطنة وبعدها تقتلني، ما رح تتردد أبداً بهيك شي، ومن بعدها رح تستصدر فرمان لقتل الأمراء الصغار. إذا وصلت الأمور لهون فمو بس الأهالي رح تتأذى والإنكشاريين كمان، وبناء على هالشي فسلامة أرواحنا وأرواح الأمراء مرتبطة بإسقاط السلطان محمد. بقداش آغا، انت روح جماع رجالك المخلصين إلي بالمعسكر وتحصن بميدان الخيل، لأنه الليلة وقبل صلاة الفجر رح أداهم القصر. كوشكو رح يفتح لكم باب الحرم لك. بس السلطانة نورهان أبداً ما عم تترك السلطان لوحده، ورجال المسلحين محاوطين القصر من الجهات الأربعة. رح نقضي على الكل بإذن الله. بقداش آغا، سلحوا كل رجالنا. تحت أمرك يا باشا. حجي آغا، أنت وكوشكو حتكونوا مسؤولين عن حماية الحرم لك، رح تتساعدوا مع الانكشاريين. حسين باشا، أصعب مهمة رح تكون من نصيبك، القبض على السلطان محمد. كوني مطمنة ولا تشغلي بالك من هالناحية، أنا رح نسق كل الأمور مع كمال كيتش باشا ورح نبدأ بالتحضيرات فوراً. كمال ماله لزوم، هو تخلى عنا وما بقى بده يساعدنا. نحط السلطان محمد بسجن الشمشير يا سلطانة؟ لا طبعا، ما بدي تجربة إبراهيم تتكرر والناس يعملوا علينا تمرد. السلطان محمد ووالدته السلطانة نورهان حياتهم انتهت.
السلطانة نورهان قلبت الطاولة فوق روسنا. هي عرفت بموضوع السم. شلون عرفت؟ بالخيانة طبعا. وهلأ شددوا الحماية على السلطان محمد. الحراس المسلحين محاوطين غرفته. وإذا بتخلص هون بيكون منيح. السلطانة نورهان أكيد رح تجمع مجلس العلماء ورجال الدولة، رح تستغل هالفرصة لحتى تصدر فرمان بإعدام السلطانة الأم يا حسين. ونحن لازم نوقف بوشها. السلطانة قسم خلص أصدرت الأمر. اليوم بالليل الانكشاريين رح يدخلوا القصر. نورهان وكل مين معها رح ينقتل. وبكرة الصبح سمو الأمير سليمان رح يعتلي العرش. أنا حذرتها كتير وحاولت أني أمنعها وما كانت تسمع مني أبداً. واضح بعد موت السلطان إبراهيم السلطانة كتير تغيرت وتسممت روحها. فات أوان هالكلام. إذا هلأ أنا وياك ما تدخلنا رح يموتوا الكل. السلطانة نورهان ما رح تترك ولا حدا عايش، لا السلطانة الأم ولا الأمراء.